Hi guys, welcome back to my channel. And if you're new here, I'm Joya. هلا أنا بعدني واعية مثل ما عم تشوفوا. So I'm having my cup of coffee. رح أعمل vlog عن كل نهاري. حيكون mainly focused على الجامعة لأنه مثل ما شفتوا بالتايتل إنه حيكون هيدا university vlog. واليوم عندي نهار طويل بالجامعة. هلا كرمال وجهي ما رح اعمل شي ميك اب على الوجه، اكيد ححط شوي اي شادو، بس كل شي خاصه بالفاونديشن كونتورينج ما رح اقدر احط لانه من 2 or 3 days I just started my skincare routine كرمال الاكني اللي عندي هون بوجهي. So بلشت تريتمنت وما لازم احط ميك اب on my face. و If you want to know my skincare routine يلي عم بعملها للتريتمنت please go check my latest Instagram video. وإذا بتحبوا تعرفوا أكتر عن my acne treatment please اكتبوا لي تحت بالكومنتس وأكيد we will share our ideas and opinions. So هلا أول شي بلش حط sunscreen على وجهي. هو كمان this is for oily skin. It's not for me to say you love. So انا حضرت حالي كل شيء لبست وهلا رايحة على الجامعة. اوكي سو خلينا نحكي شوي عن الجامعة اليوم كيف حتكون. انا هذا النهار عندي فول داي، عندي 5 مواد اليوم من 11 الصبح لل 8 عشية، وعندي 1 hour وشوي بريك. وهلا اكيد ما حقدر صور بكل الصفوف لانه في عندي major courses، some doctors ما بيخلونا كمان نستعمل الفون and I have to focus، بس اكيد when I can اكيد I'll show you. وهلا خلصت اول صف، عندي 15 minutes break between classes. So the cycle of phosphorus mainly it is through the water and through the very slow. Genetic it is one of the slowest cycle that is present on Earth. وهلا we still at the university. هلا عندي فحص، هيدي اخر مادة لليوم الساعة تقريبا 6:30. So wish me luck. So انا هلا خلصت جامعة، طلع ما في تيست اليوم، ما عملنا تيست. Oh my god. وهلا رايحة على الجيم مع انه كتير تعبانة. It was a full day. Just arrived to the gym. today is going to be a legs day, so I'll show you some exercises. رجعت على البيت، تحممت، شلت ماي ميك اب and that was my day. مثل ما شفتوا انه بهيدا الفلوج كان نهار كتير عادي وما في شي special، بس صراحة حبيت صور هيك شي لانه I don't want to share only the fun moments and special moments in my life، لانه بعرف انه اكيد كلها نقطة بقية مثل النهار اللي انا هلا فيه.
اللي هو كان كتير عادي وأكتر شي فوكس على الدرس وعلى الجامعة. So كلنا نقطع بهيك أيام. And if you like this video, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. And see you on my next video. Bye.